خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والعام التاني على التوالي حصد البطل يوسف بدوي ذهبية بطولة العالم للقوى البدنية 2024، واللي شهدت منافسات قوية جدا ومشاركة عدد من الدول الأجنبية في البطولة. معنا على التليفون البطل يوسف بدوي عشان نتعرف منه على قصته ورحلته من بداية اللعبة ولحد ما حصد مركز أول على مستوى بطولة العالم. صباح الخير عليك يا بطل. صباح النور يا فندم. ازيك يا يوسف، أخبارك إيه؟ الحمد لله. ألف ألف مبروك طبعا. الله يبارك في عبادك يا استاذ محمد، ربنا طيب يكرمك. كنت متوقع انت تاخد الميداليه الذهبيه في هذه البطوله؟ والله احنا بنسعى دايما، وفي الاخر الميداليه دي بتبقى توفيق من عند ربنا. والحمد لله رب العالمين، يعني احنا تعبنا كتير، وكان معايا الكابتن احمد ربيع والكابتن اشرف الديزل، دول الكباتن بتوعي اللي تعبوا معايا جدا وفي التمرين وفي فترة التجهيز. الكابتن أشرف الديزل كان معايا خطوة بخطوة في برنامج الدايت وفي البطولة. طبعا بنوجه لهم كل التحية. الحمد لله. طب بما أنك تتكلم عن فترة التجهيز بقى، كلمنا أكتر عنها، إزاي بدأت تجهز وتستعد للبطولة؟ أنا جهزت، أنا بلعب منتخب مصر الأول للقوى البدنية ولعب رفع أثقال أيضا. جهزت للبطولة قبلها، أول ما اللائحة نزلت جهزت طبعا مع كابتن أشرف الديزل مع برنامج دايت، عشان كان ميزاني عالي، أنا بلعب تحت وزن 60 كيلو، بلعب ناشئين تحت 19 سنة وبلعب منتخب ألف كبار أوبن فوق 23 سنة. كمل. بعد كده حضرتك جهزنا كويس جدا مع كابتن أشرف، والحمد لله رب العالمين، عملنا تجارب مصر الاول المؤهله لبطوله كاس العالم، وخدت اول كبار في التجارب الحمد لله، وتاهلت تبع المنتخب الف المنتخب الاول، ومثلت مصر في البطوله دي بمدينه السلام اللي هي مدينه شرم الشيخ. مش اول بطوله طبعا، الحمد لله حصلت على ميداليتين في بطوله العالم 2023 بمدينه الغردقه، وكسرت اربع ارقام عالميه، رقم في الاسكوات ورقم في الديدليفت ورقم في البنش بريس وفي التوتال، وده كان فضل من ربنا علينا. والحمد لله السنه دي برضو خدت افضل لاعب في البطوله في وزن 60 كيلو تحت 19 عام. ما شاء الله عليك. طيب تدريباتك بتكون عامله ازاي بقى، والاكل اللي بتاكله بيكون عامل ازاي، بتقسم يومك ازاي في التدريب؟ انا في جامعه اسيوط الجديده التكنولوجيه الفرقه الثانيه كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه، طبعا انا بوفق بين الجامعه وبين التمرين. بتمرن 5 ايام في الاسبوع، بريح يومين. التمرين بتاعي بيكون 3 ساعات يوميا او 4 ساعات. بخليه بعد الجامعه، بعد ما بخلص محاضرات بنظم وجباتي وبروح اربع ساعات. اربع ساعات متصله، يعني مش بتروح مثلا ساعتين وترجع تكمل لا متصل الاربع لا ساعات لا لا اربع ساعات متصله، لان القوى البدنيه بتاخد وقت طويل. تمام. لان احنا عندنا اسكوات وبنش بريس وديدليفت. طيب عبد الرحمن او عفوا يوسف، قول لي مين يعني اكتر الداعمين ليك في مشوارك الرياضي ده؟ اكتر الداعمين ليا طبعا والدتي ووالدي، هم دول اللي تعبوا معايا، والكابتن اشرف الديزل والكابتن احمد ربيع صانع الابطال، دول التوامان اتحدى نفسهم واتحدى ذاتهم بفتره قصيره قبل البطوله، قدروا يسكسوني وينزلوني الميزان واخد افضل لاعب بفضل ربنا، وده كان فضل ربنا عليها. واشكر برضه سياده اللواء رئيس الاتحاد سياده اللواء محمود بركات، ده برضه داعم كبير لينا، وكان بيعاملنا كاخوات مش كرئيس اتحاد مصري وعربي، وهو بصراحه اللي عمل طفره كبيره في اللعبه دي. استضفناها اول سنه في الغردقه بعد نجاح كبير، استضفناها ثاني في مدينه شرم الشيخ، كان ثاني بطولتين على التوالي استضيفهم مصر، واخدتهم من دول كبرى طبعا مثل روسيا وايطاليا والدول دي. فكان فضل ربنا علينا. و في اخر تصريح لرئيس الاتحاد الدولي صرح ان مصر تستضيف البطوله العام الثالث على التوالي، النسخه الثالثه ان شاء الله تحت سفح الاهرامات، فده يكون دعم كبير لكل اللاعبين ان هم يقدروا يشاركوا في البطولات الدوليه لانها تكون تبع دوله مصر. طيب ده عظيم جدا. ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك في بدايه مشوارك اول ما بدات تلعب هذه الالعاب؟
الصعوبات ان كان في ناس كتير بتحبطني، بس انا لكن استمريت، كنت بحاول اوفق بين دراستي وبين التمرين، وده كان بيكون صعب، والمذاكره، وده كان بيبقى توفيق من عند ربنا. وابويا طبعا وامي كانوا دايما داعميني وما كانوش بيسيبوني، ومعايا خطوه بخطوه. ابويا كان بيروح معايا التمرين عشان ما كانش بيسيبني لوحدي، ودايما بيروح معايا كل البطولات. فالحمد لله رب العالمين. واكيد فخور بيك طبعا دلوقتي. الحمد لله طبعا. طيب يوسف اتفضل احب اشكرهم، ابويا ووالدتي وكل من واقف جنبي، خالي احمد، خالي محمد، وكل اصدقائي طبعا اللي وقفوا جنبي وشجعوني، ورئيس جامعه اسيوط التكنولوجيه الدكتور جمال تاج، ده دايما واقف جنبي وبيدعمني، ورعايه الشباب بالجامعه الدكتوره اسماء والدكتور محمد سمير والدكتور طارق وكل اصدقائي. بنوجه لهم تحيه طبعا يا يوسف. بس قول يا يوسف بقى، كواليس المسابقه يعني اكيد كان في اوقات انت بتتوتر شويه، بتخاف شويه، اكيد كان في منافسين انت قلقان منهم شويه. طبعا المنافس الروسي والمنافس الايطالي وكل المنافسين من الدول العربيه مثل السعوديه والمغرب، بس الحمد لله رب العالمين. انا مش لاعب مبتدئ برضو، انا مارس الرياضه دي بقالي اكتر من 6 سنين، قوه بدنيه ولاعب رفع اثقال. فالحمد لله رب العالمين، مريت ببطولات كتير. انا الحمد لله حاطط 23 ميداليه جمهوريه ومنطقه، وميداليتين عرب، واربع ميداليات عالم. ما شاء الله. فالكابتن اشرف كان بيبقى معايا خطوه بخطوه، لو كان في توتر او كان في اي حاجه كنت بكلمه، هو بصراحه ما كانش بيتاخر معايا. والحمد لله رب العالمين، يعني ده كان توفيق من عند ربنا ان انا احصل افضل لاعب في 19 سنه فئه وزن 60 كيلو. طب بمناسبة موضوع الوزن ده، ازاي بتظبطه؟ هل في نظام غذائي معين؟ طبعا في نظام غذائي معين بيبقى متحدد فيه السعرات، ومتحدد فيه البروتين والكارب والدهون الصحية، ده كله طبعا الكابتن اشرف عملهولي والكابتن احمد ربيع، وما تسابونيش دايما يعني. فبالتالي ما ينفعش تاكل اي حاجة في اي وقت؟ لا، ان انا بلعب ميزان خفيف زي ميزان ال 60 كيلو ده، فلازم اكون محافظ على ميزاني دايما، يعني ما ينفعش ازيد عشان ايه، بضطر اخسس. طيب. ان لعبتنا دي لعبه رقميه طبعا، فانا بالتالي وزني قليل، فبشيل 3-4 اضعاف جسمي. فلازم يكون محافظ على الفئه بتاع ميزاني. طيب يوسف بقى، يعني بجانب ان انت بطل طبعا من ابطال القوة البدنية، خلينا نعرف الناس عليك اكتر. انت عندك كام سنة؟ بتدرس فين؟ نفسك تبقى ايه او طموحك تبقى ايه؟ انا عندي 19 سنة، من محافظة بني سويف، مركز الفشن، قرية البرد. بدرس في جامعة اسيوط الجديدة، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تخصص اجهزة كهربائية والكترونية، في الفرقة الثانية. الحمد لله. يعني طموحك تبقى ايه؟ عايز تعمل ايه في المستقبل؟ طموحي ان شاء الله بعد ما اخلص الكليه اقدم على كليه شرطه وكليه حربيه، وبذلك يعني برضه في نفس الوقت ان انا ما اسيبش الرياضه، ان انا بعشق الحديد، يعني اهم حاجه عندي في حياتي الحديد. فانا نفسي اوصل للاولمبياد باذن الله، يعني حلمي ان انا اشارك دوره اولمبيه سواء في القوى البدنيه او رفع الاثقال، واخد ميداليه اولمبيه، ده يعني عشمان فيها من وانا صغير. وعندي اخويا ادم بدوي برضه بمرنه رفع اثقال، وعنده 10 سنوات بيلعب تبع المؤسسه العسكريه بالمنيا تحت اشراف الكابتن احمد ربيع صانع الابطال. ده برضه ان شاء الله يكون بطل كبير في المستقبل باذن الله. ان شاء الله. طبعا بشكرك شكرا جزيلا البطل يوسف بدوي الحاصل على ذهبيه بطوله العالم للقوى البدنيه 2024، وبنبارك لك مره ثانيه.